يا ركان، كتاب كتابان. يلا السؤال الثالث. يلا يا يوسف، يا عبد الرحمن اسفة. مزارع مزارعان، احسنت. مزا ضفولي لها يا ونون، شو بتصير؟ مزارعان مزارعين. عيدوا وراي، مزارعين مزارعين، احسنت. إذن المثنى هو ما دل على اثنتين بإضافة ألف ونون وياء ونون. طيب تعالوا نشوف السؤال اللي وراه، هو السؤال السابع. يلا مين يطلع لي؟ يلا يا آدم. هي صديقتي، أحسن. هي مذكر ولا مؤنث؟ هي مؤنث، أحسنت. مين يطلع لي على السؤال وراه؟ يلا يا داليا. هو صديقي، أحسنتي. آخر واحدة، ممتازة. هو مذكر أم مؤنث؟ مذكر، أحسنتي. هم مين يطلع لي على هم؟ يلا يا عبد الله. هم أصدقائي، مش صديقاي، صديقاي صارت مثنى. أصدقائي، أحسنت. هم مذكر ولا مؤنث ولا جمع؟ جمع، أحسنت. طيب وهاي اسمها ضمائر الغائب، وعندنا كمان ضميرين، هما وهن. هما بنتان جميلات، هن فتيات محترمات، تمام؟ واسمهم ضمائر الغائب.